الذكريات وان الذكرى تنفع المؤمنين. ذكرونا هاد بناءنا وبناتنا بطورة التحرير. ذكرونا بعدة امور في طورة التحرير. وانا هذا هو الاجيال اللي كنا نتمنوها اليوم. اجيال صاعدة من بنات واولاد ان شاء الله لهذا المدرسة هذه. لم نشاهدوها يوم 13 فبراير لله. ما شاهد العملية ما شاهدناها اليوم 18 فبراير في انترنيشن. هذه السيدة المديرة لها كل احترام وتقدير على المجهودات الجبارة وكل المساعدين من معلمات ومعلمين على هذه المبادرة العظيمة التاريخية اللي تبقى في قلوب الغيورين عن الجزائر. وان شاء الله نتمنى دائما هذا الثانوية وهو 18 فبراير يوم الشهيد. ونشكر الإذاعة الجهوية الجزائرية اللي لم تبخل أي واحد في أي مكان إلا موقفها حاضر وواجب من عمال وعاملات. وعلى السيد المدير لكم كل احترام وتقدير. وإن شاء الله أبناءنا مثل ما قال ودائما نتذكر وإن الذكرى تنفع المؤمنين كما قال قائد الأركان. لا طموحاتنا اليوم إلا الجزائر فقط الاعتبار. رحمك الله يا شهيد الجزائر أحمد جاي صالح ويرحم شهداء الأبرار وشهداء الواجب الوطني وتحيا الجزائر. شكرا لك. بارك الله فيك. لو كان ماشي انتوما كورونا مازال مستعمرين.